تمام زائرين جناب شریفہ بنت امام حسن علیہ السلام اپنی جانب سے اپنے مرحومین کی جانب سے اپنے والدین کی جانب سے اپنے عزیز اقربا کی جانب سے قربتن اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق السلام على جدك محمد المصطفى السلام على جدك علي المرتضى السلام على جدتك فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين السلام عليك جدتك خديجة الكبرى السلام على أبيك الحسن المسموم السلام على عمك الحسين الشهيد المظلوم السلام